في الجول بيقدم 5 بلاي ستيشن 4 لخمس متسابقين هيتوقع صح ماتشات كاس العالم. توقع نتيجة واللي هيجيب الاهداف وضربات الجزاء والانذارات عشان تجمع اكبر عدد من النقط. توقعك صح للفريق الكسبان او ان الماتش يخلص تعادل هيديلك 5 نقط، ولو توقعت صح النتيجة النهائية هتاخد 5 نقط كمان. فمثلا لو قلت ان مصر هتكسب اوروغواي 1-0 والماتش خلص 2-0 لمصر، هتاخد 4 نقط، 5 لانك توقعت صح ان مصر تكسب وناقص 1 لانك توقعت غلط النتيجة النهائية. لكن لو مصر كسبت فعلا 1-0 هتاخد 10 نقط. فلو قلت مثلا ان صلاح وتريزيجيه سجلوا في اوروغواي لكن صلاح جاب الهدفين، وقتها تاخد نقطتين، 3 لانك توقعت صح ان صلاح يسجل وناقص 1 لانك توقعت غلط ان تريزيجيه يسجل. تقدر تتوقع ان يجي جول عكسي في الماتش وانت بتختار اللي هيسجل قدامك قائمة الفريقين. ممكن تتوقع كمان ان اهداف تيجي في اول او اخر ربع ساعة. التوقع صح هيديلك 3 نقط والغلط هينقصك نقطة. لو قلت مثلا ان مصر هتكسب اوروغواي 2-1 وان مصر هتسجل في اول واخر ربع ساعة وان اوروغواي هتسجل في اخر ربع ساعة، والماتش خلص 1-0 لمصر والجول جه في اول ربع ساعة، وقتها تاخد نقطة، 3 لانك توقعت صح ان مصر تسجل في اول ربع ساعة، ناقص 1 لانك توقعت غلط ان مصر تسجل في اخر ربع ساعة، وناقص 1 كمان لانك توقعت غلط ان اوروغواي تسجل في اخر ربع ساعة. خلي بالك توقع توقيت الاهداف ملوش دعوة بعدد الاهداف اللي هيسجلها فريق معين في الفترة دي. لو قلت مثلا ان مصر هتسجل في اول ربع ساعة وخلال الفترة دي مصر سجلت هدفين، هتاخد 3 نقط مش 6. وكمان ممكن تختار ان فريق ما يسجلش في اول او اخر ربع ساعة من الماتش لو انت متوقع في النتيجة الاصلية انه مش هيسجل. ولو مش عايز تتوقع توقيت الاهداف دوس لا اعلم. ضربات الجزاء هتاخد 3 نقط لو قلت ان الفريق هياخد ضربات جزاء وتوقعت عددها صح، ونقطة لو توقعت صح انه ما تتحسبلوش ضربات جزاء. لو قلت مثلا ان صلاح هيسجل لمصر من ركلة جزاء قدام اوروغواي وان اوروغواي مش هيتحسب لها ركلات جزاء في الماتش، وحصل في الماتش ان صلاح ضيع ضربة جزاء واوروغواي ما حصلتش على ضربات جزاء، وقتها تاخد 3 نقط، 3 لانك قلت ان مصر تتحسب لها ضربات جزاء وتوقعت عددها صح، نقطة لانك توقعت صح ان اوروغواي ما تحسب لهاش ركلات جزاء، وناقص 1 لانك توقعت غلط ان صلاح هيسجل الركلة. خلي بالك توقعك للاعب اللي هيسدد الركلة واذا كان هيسجل ولا لا يعتبر توقع 1 مش 2. هتاخد 3 نقط مش 6 لو توقعت صح اللاعب اللي هيسدد وتوقعت صح برضه هيسجل ولا لا. بالنسبة للكروت الصفراء وحالات الطرد، لو توقعت حصول فريق على انذارات وقلت عددها صح هتاخد 3 نقط، لكن لو توقعت صح ان فريق ما ياخدش انذارات في الماتش هتاخد وقتها نقطة مش 3، ولو توقعت صح لاعب ياخد انذار هتاخد 3 نقط. فلو توقعت مثلا ان مصر تاخد انذار واحد في ماتش اوروغواي واوروغواي ما تاخدش اي انذارات وان طارق حامد هو اللي ياخد الانذار، وفعلا خدت مصر انذار واحد وما خدتش اوروغواي اي انذارات لكن اللي خد الانذار من مصر هو محمد النني، وقتها تاخد 3 نقط، 3 لانك توقعت صح ان مصر تاخد انذارات وقلت عددها مظبوط، نقطه لانك توقعت صح ان اوروغواي ما تاخدش انذارات، وناقص 1 لانك توقعت غلط اللاعب اللي هياخد انذار. نفس الشروط بالظبط بالنسبه للكروت الحمراء. ما تنساش دايما لما تخلص توقعاتك تحفظها، ممكن ترجع تعدلها في اي وقت لحد قبل الماتش بنص ساعه، وده يديلك الفرصه انك تتوقع بعد ما تعرف تشكيل كل فريق. لو عايز تراجع طريقه حساب النقط قبل ما تتوقع دوس على شروط المسابقه. بعد ما الماتش يخلص تقدر تعرف كام نقطه خدتها، دوس على توقعاتي وبعدين عدد النقط عشان تعرف التفاصيل. ممكن تعرف ترتيبك بين المتسابقين لو دوست على الترتيب في البطوله. يلا نزل الابلكيشن عشان تكسب بلاي ستيشن 4.